بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم فرح خطاب. شايفين بقى الجمال؟ هعمل معاكم النهاردة تورتة عيد الحب، حاجة كده باشا والطعم تحفة جدا. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. هعملها معاكم من غير أي أدوات بتاعة التورتة، هعملها معاكم خطوة بخطوة وإن شاء الله تعجبكم وتكون سهلة. أنا معايا هنا 6 من البيض، أحط عليهم معلقة من الفانيليا السايلة أو باكت فانيليا براحتك. أنا هستخدم دقيق سبونش، وانا هستخدم بقى كوب من الميه او نص كوب من الميه اللي هو كوب الشاي العادي اللي موجود في كل بيت، وهستخدم بقى معلقه من محسن الجيل اللي بجيبها كده من عند مستلزمات الحلواني. معلقه الجيل دي هتخلي معاكي الكيكه هشه كده وجميله جدا. انا بقى اجيب الزبونش بتاعي، استخدمت زبون الشوكولاته، هنخله عشان بس يكون فيه فراغات وهو كده في الكيك بتاعي. طبعا كل ما تنخلي الكيك اي نوع كيك حلو قوي، النخل مره او اتنين كمان لو تقدري تنخلي مره، او يعني لو تقدري تنخلي انت دخلت مره عايزه تنخلي مره كمان يبقى احسن. تمام بقى، هبدأ بقى اشتغل بالمضرب بتاعي وهضربهم كويس كده مع بعض، يعني من 10 دقايق ل 12 دقيقة، لان المضرب بتاعي يعني ضعيف. انا هقولك تفضلي تضربيه لما هيبقى كريمي كده، هوريك القوام بتاعه الوقت كويس. طبعا ده على حسب المضرب بتاعك. انا هنا استخدم بقى من الحاجات كده اللي من الجنوب كده والاسباتيولا، وبعد كده استخدم لون طعام احمر. انا بس عايزه افتح اللي هو لون الشوكولاته ده شويه، عايزه يكون كده لون نبيتي او لون مايل للاحمرار شويه، لان انا مكنتش حابه تكون شوكولاته خالص، يعني اللون الشوكولاته هيبقى غامق معايا شويه، وانا ما كنتش عايزه اعمل الكريم شانتيه بتاعي بطعم الشوكولاته، انا كنت عايزاه بطعم الفانيليا. شفت بقى، هفضل اضرب فيه لما القوام يفتح معايا وفي نفس الوقت يحس كريمي كده، مش زي يعني مش زي الكيكه العاديه او مش زي اللي هو الدقيق العادي. شايفين بقى القوام بتاعه؟ عايزه اقول لك كمان، لو يعني لو المضرب بتاعي شديد شويه اول ما بعجن فيه، يعني او بضربه في اللي هو المضرب بتاع العجان، كان هيبقى عامل فوم اكتر من كده كمان. هجيب بقى ورقه زبده وهجيب كده يعني من الكيك كده حاجات بسيطه كده ملز بيها. لو مش عايزه تعملي كده ممكن تدهني زيت كده في قاع الصاجه بتاعتك او الصينيه او اي حاجه وتعمليها كده بالطريقه دي زي ما انا عاملاها. انا استخدمت صينيه هنا 28، انا بس عايزاها تكون طبقتين. طبعا انت لو عايزاها 3 أو 4 تقللي حجم الصينيه بتاعك. انا عشان الصينيه بتاعي سمكها ما كانش يعني الارتفاع بتاعها ما كانش عالي، استخدمت ورق الزبده بالطريقه دي، وفي نفس الوقت انا مكبره ورق الزبده قوي عشان هحتاجه الم بيه الكيك بتاعي بعد كده. يعني لما اجي اغطي الكيك كده واقعده من ساعه لاتنين او ابيته لتاني يوم او اعينه في الفريزر، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل في ايه. انا يعني انا هدخلها الفرن على 180 على رف اوسط ساعه الا ربع بالظبط، وبعد كده اطلعها اختبرها طبعا قبل ما اطلعها بخله. يعني شوف بقى، انا ظبطت وشها وبعدين كده شلتها عشان الهواء كله يتخرج منها، بسم الله ما شاء الله. ودي بعد ما خرجت زي ما قلت لك، انا يعني اختبرتها الاول بخله سنان. طبعا بقى احنا عدنا بنعمل كيكات وعدنا يعني خبره فيها وبنعرف ازاي احنا بنختبرها بخله سنان. تطلعيها لقيتها ناشفه وتمام، يبقى كده 100 100. انا غطيتها بقى ولميت الورق الزبده كده زي ما انتم شايفين ومفوطه. انا مش هقول لك بقى انا عندها لتاني يوم، انا للامانه عندها ساعه واحده بس في الفريزر، وهبتدي بقى احوش منها الورق بتاعها واحده واحده، وابتدي بقى اشكلها بقى الشكل اللي انا عايزاه، 2 3 براحتك. انا حبيتها اعملها 2 عشان كده يعني كانت الصينيه انا كنت مكبراها شويه. تمام، شايفين بقى الجمال؟ بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. طرية وجميلة جدا، عايزة اقولك اللي هي بجد مش محتاجة اي حاجة خالص، يعني مش محتاجة تشربيها، مش محتاجة تعملي فيها اي حاجة خالص، هي كده تمام معاكي قوي. تشربيها اللي انت يعني لما تيجي تعملي كده كريم شانتيه بين الطبقة والتانية، اللي انت يعني تسقيها او تشربيها زي ما قلت. انا خدت بقى على شكل القلب ده، والكيك ده مش هرميه طبعا، انا هستخدمه.
انا بعينه كده في الفريزر وبستخدمه في اللي هي القباط اللي هي الكب كيك اللي هي القباط اللي هي الصغيره دي، او هعمل بها جيلي ان شاء الله حلقه تانية هوريكم انا استخدمته فين. انا جبت المنشار بتاعي كده على رقم 9 وقسمته المنشار، يعني المنشار ده مش غالي حلو قوي جبته، عملت كده المنشار على رقم 9 وقطعتها 2 كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله تحفه جدا. شايفين لون الكيك اللي تحت دون إيه؟ شايفين بقى مش بني قوي ازاي. انا معايا هنا كريم شانتيه 2 من كريم شانتيه 2 كوب، وكوب من السكر البودر، يعني هو كريم شانتيه خام استخدمت كوب سكر بودر، واتنين كوب من الميه، يعني كل كوب كريم شانتيه كوب من الميه. اي كوب هتستخدميه في المعيار إيه كريم شانتيه لازم تستخدمي معياري ايه ميه. تمام، هخلط بقى الكريم شانتيه معايا، يعني انا خلطت بصراحه ربع ساعه بالظبط، وكنت عايزه اقول لك كمان كنت خايفه جدا من المضرب بتاعي ينحرق، لان هو زي ما قلت لك ضعيف. دي اخر حاجه وصلت لها، المضرب بتاعي بجد ما عادش قادر يضرب اكتر من كده، وفي نفس الوقت ده قوام كويس جدا. عايزه اقول لك اللي هي كانت ناعمه وجميله جدا كده. تمام معايا، خلصنا من كريم شانتيه. هبتدي بقى اجيب كيس حلواني واحطه كده في يعني ابريق شفشق اي حاجه انت بتقول عليها، وهبتدي بقى ايه احط الكريمه بتاعتي كلها هنا، او على قد ما الكيس الحلواني بتاعي ياخد. انا كيس الحلواني دون يعتبر بجيب الكيس بجنيه، عايزه اقول لك التورته كلها على بعضها ما كلفتنيش 70 جنيه. تورتايه بقى سهله وجميله جدا، وفي نفس الوقت بقى احتفال بعيد الحب. انا بقى جبت بقى اللي هو الطبق بتاعي البورسلين اللي انا كنت عامله فيه البيتزا، هزين عليه الكيكه بتاعتي عشان انا ما جبتش اللي هي القاعده بتاعت الكيكه. ده بقى زي ما قلت لك ده غطا بلاستيكيه، يعني غطا حله بلاستيك عندي قصيته كده، وقلت ايه انا هساوي بيه اكنه الاسباتيوله او الحاجه اللي احنا بتبقى نظبط بيها الكيك. تمام، ده الكيك اللي كان على الوش، هجيبه كده احطه في قاع التورتايه بتاعتي. انا هنا بتك عليها وعايزه اوريلك ليه طريه، مش محتاجه ان انا اشربها اي حاجه خالص، يعني هي ما احتاجتش معايا ان انا اشربها بقى ولا لبن ولا شربات ولا سفن ولا اي حاجه خالص، هي كانت طريه معايا جدا، وانا كنت شايفه ان هي مش محتاجه اي حاجه خالص، كانت عامله معايا بجد زي المولتو او زي التوينكز اللي بنجيبه جاهز، كانت حلوه جدا. جبت كيس الحلواني ووزعت الكريمه كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده حاولت ان انا بقى اسويها واحده واحده خالص، يعني هو هنا في الفيديو هنا يعتبر مسرعه تقريبا. عايزه اقول لك اللي هي يعني انت تملسي او تساوي الكلام ده كله بالراحه خالص. مش شرط ان انت لما تيجي تعملي تورته يكون عندك الحاجه اللي هي الادوات بتاعتها بتاعه التمليس او التجليس او اللي هي السكينه بقى او لا اتصرفي. لو ما فيش عندك كمان غطا بلاستيكيه ممكن تعملي بغطا، يعني هو الغطيان بتاعه الجلد اللي هي الجبنه، ممكن تستخدمي سكينه براحتك خالص. انا جبت بقى قاع اللي هي التورتايه حطيتها على الوجه فوق خالص، ازاي هزين بقى برضو عليها. الكيس بيسهل عليك عمليه الفرد بتاعت كريم شانتيه، ما بتخليش الاسباتيوله تاخد من الكيكه نفسها. احط بقى طبقه محترمه كده على الوش، طبقه حلوه يعني. الكيس خلص، هبتدي بقى اجيب من يعني من الكريم شانتيه الباقي واحط كده على الوجه كويس، وهبتدي بقى اظبط الوش بقى على قد ما اقدر واملس كده واحده واحده. عايزه اقول لك اللي يعني الفيديو سريع، يعني ما تفكريش ان انا ايه بعمل بالسرعه دي، انا كنت بس مسرعه الفيديو عشان وقت الفيديو مش اكتر. يعني هبتدي بقى اعمل كريم شانتيه، جبت بقى المعلقه والاسباتيوله اي حاجه سيليكون عندك، او ممكن تجيبي سكينه زي ما قلت لك، ممكن تعملي تملسي بمسطره نظيفه
ممكن تعملي كرتونة يعني محملة شوية وتملسي بيها عادي خالص. ايه المتاح عندك اشتغلي بيه وما توقفيش نفسك. حاول بقى املس الجنوب كويس جدا وعلى قد ما اقدر خالص بالراحة عشان ما بهدلش وشها معايا او بهدل الوجه بتاعها مني يعني. وبالراحة خالص كده ببدأ بعمل السباتولا اللي انا عاملاها على ايدي دي او الاسكبر، وهساوي بقى الوش والجنوب واحاول اظبط الكلام ده كله واحده واحده كده مع نفسي وبالراحه خالص على قد ما تقدري عشان ما تخربيش وشها زي ما قلت لك، ويكون الكريم شانتيه حته عاليه وحته واطيه. لازم انت تظبطي الدنيا معاكي خالص على قد ما تقدري. احنا بنعمل هنا من غير اي ادوات، يعني الشكل بتاعها مش هيطلع زي اللي يعني اللي بتيجي جاهزه من المحلات، لان احنا بنشتغل الوقت من غير ادوات تمام. بس الطعم والشكل في الاخر هيبقى تحفه جدا. مش شرط خالص اللي يعني الكريم شانتيه يكون متساوي جدا، يعني احنا دلوقتي هنحط يعني الجانش من فوق دلوقتي هيداري الكلام ده كله، يعني مش هتبين حاجه خالص. شايفين بقى بعد ما ظبطت الكلام، جبت هنا نص قالب شوكولاته بيضه سيحته، حطيت عليه معلقتين زيت كبار، 4 معالق من الحليب اللبن، وسيحتهم كده على بخار. وبعد كده ايه حطيته على طول. يعني انا كنت المفروض عايزه اقول لك ان انا استناه شويه بس يعني لما يربط شويه ما يكونش نازل بكل سهوله كده، بس انا بصراحه ما استنيتش. إيه عايزه اقول لك اللي تعبني في التنظيف، لان ما كانش يعني ما كانش القعده اللي هي على قد التورته، وكانت طبق كبير فكانت محتفظه بقى بكل الشوكولاته اللي وقعت وكده. فقعدت بقى ايه انضف فيها بقى وقعدت انضف فيها برضو واحده واحده. الزيت هيدي معاكي اللمعه اللي انت شايفاها دي تمام، اللي بخليها لمعه كده. انا ما حطيتش تلميع جل ولا حاجه خالص، لا ده الزيت اللي كان في الشوكولاته. تجيبي نص قالب اللي هو يعني 100 جرام بس، وتسيحيه كده في حمام بخار زي ما قلت لك، حمام بخار اللي هو ممكن تكوي بيه حله او اي حاجه تحطها على النار فيها ميه. وبعد كده ايه الشوكولاته وزي ما قلت لك اللبن والزيت. انا كنت عاملاهم اصلا في كيس حلاوي، يعني كيس اللي هو كيس التلاجة، ما حطيتهاش في طبق ولا اي حاجه خالص. التزيين ده براحتك بقى خالص. انا بقى معايا كده كريم شانتيه، عملت كده زي 3 وردات وحطيت كده واحده كريز من فوق على كل يعني على كل كريم شانتيه واحده كريز. ممكن بقى انت تكتبي عايزه اي حاجه تكتبيها تشكلي اكتر. التزيين ده حسب راحتك انت وحسب ذوقك انت. انا حبيتها تكون بسيطه بقدر الامكان، ما حبيتش ازوق او ازين فيها حاجه اكتر من كده، كانت عجباني كده. يعني التزيين ده طبعا يرجع لي حسب ذوقك. شايفين بقى الجمال تحفه جدا. عايزه اقول لك اللي هي مكلفتنيش والله، يعني يعتبر مكلفتني 60 جنيه بالسبونج بالكريم شانتيه بالحاجات دي كلها بالكريز كمان، يعني الكريز كان موجود عندي. شايفين بقى الجمال تحفه جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الحب. وطبعا بقى يعني بصراحة ما فيش اجمل من كده ولا اسهل من كده، من غير بقى الامكانيات او من غير اللي هي الادوات بتاعة تزيين الكيك. شايفين بقى جمالها ومتماسكة ازاي. انا ما حطيتهاش في التلاجة خالص، انا قطعتها من هنا بصراحة، الولاد ما صبروش قطعت منها على طول. شايفين بقى الجمال تحفة جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. كنت معاكم فرح خطاب، يا رب تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم. متنسيش بقى تدعمني باللايك وشير الفيديو مع اصحابك عشان القناة تكبر بيكم. يا اجمل اخوات بجد تعليقاتكم بتفرحني جدا. يا رب يكون عند حسن ظنكم، ونكون دايما يعني في هنا وحب، وربنا يسعد ايامنا يا رب. وكل سنة وانتم طيبين جميعا. شايفين بقى الجمال تحفة جدا. السلام عليكم.